وسهلا فيكم معنا اليوم ب هاو تو سيريز مع دراجون مارت، مقدم اليكم من رجا ادريس. اليوم حنكتشف مع بعض موضوع كتير حلو وهو هاو تو ميك يور جاردن انسينلي كول. هلا الجو عم بيصير كتير حلو وكتير عم بيصير وقت انه نعزم كتير ناس عنا واصحابنا واحبابنا، فخلينا اليوم نفرجيكم برودكتس اللي ممكن نستخدمها بدراجون مارت عشان نعمل جاردن او حديقه بالبيت عنا كتير حلوه وكتير انترستنج. يلا خلينا نشوف. اول اشي فكرت فيه علشان الجاردن هو اللايتنج، فعشان هيك احنا بسكشن اي بي عنده الاشياء اللي خطط ببالي اول ما يخطر بالك جاردن، الاضواء اللي زي هيك في منها ديزاينات كتير. شغله تانية كمان تحطوها ببالكم انه ممكن احنا نعمل لايتنج للباثس، عندنا هون احجام كتير منها والوان كتير على اساس انه تعطي اكسنت لاي مكان ممكن تعملوا له ديكوريشن. هاي بتحطوها بالجاردن وما بتوصلوا لها كهرباء، ما بتوصلوا لها اي شيء، هي بتشحن فيها بطاريه وبالليل اوتوماتيكلي بتشتغل. واحنا هلا يا جماعه بسكشن الاي اي المختص بالاوتدور فلورينج والفلورينج عموما والارتفيشر الجراس. اسهل حل واحلى حل يعطيك لمسه حلوه بالجاردن انك تو جو وذ سمثينج لايك ذات. زي ما شفتوا يا جماعه عندهم انواع كتير، عنده هدول مثلا ثلاث اشياء اللي قال لي بس سيلرز لانه لونهم ما بتغير والقصص هاي، وعندهم الوان واشكال كتير، فحلو كتير هذا الموضوع. اتس ا فيري نايس ثينج تو كونسيدر ان يور upcoming insanely cool garden. يلا ليتس جو. طبعا يا جماعه في شغله دائما بحكيها لاصحابي والناس بعرفهم بقول لي انا رايح على دراجون مارت، ما تنسوا انه تدخلوا على الاماكن اللي جوا، لانه الاماكن اللي جوا المحلات مش بس اللي برا بالممر الرئيسي، لانه فيها اوبشنز كتير وفيها تشكيله اكبر. يلا نكمل اور جيرني. واحدة من الأشياء اللي ما بتخطر على بال كتير عالم اللي هي الأوتدور إي سيز، موجودة هون بسكشن إي إي بدراجون مارت. طبعا هاي الشغلة أنا بستخدمها بيرسونلي عنا بالحديقة، وفعلا إذا حتى لو الجو شوب يو بوت إت إت تشينجز ذا هول مود، وبنحط فيها تلج مشان تستخدمه أز كولينج، وفيها مروحة. إتس ريلي نايس تاتش تو آد، وحتى لو كان الدنيا شوب والدنيا نار عادي يو كان سيت كومفتبلي إن يور جاردن أند إنجوي إت وذ يور فريندز أند فاميلي. ليتس جو. اوكي طبعا اي حديقه بدكم اياها تصير حلوه ومور لايفلي دائما بنفكر نعملها سويمينج بول، وهون بدراجون مارت عندهم كل شيء بدكم اياه عشان تعملوا سويمينج بول. يعني هذا واحد من المحلات اللي بسكشن اي بي كل شيء يتعلق فلترز بامب ثيرمال لايتس، وخلينا نشوف محل تاني عنده التايلز تبعت السويمينج بول. يلا بعد ما شفنا اكسسوارات المسابح بصراحه صار نفسي اسبح، اجاني المود بصراحه ومي وشمس ودنيا. فزي ما وعدتكم قلت لكم في محلات هون بتبيع التايلز، فرجيتكم الاكسسوارات الكامله هلا بس ضايل التايلز، وفي كثير ستايلز. هاي طبعا بتكون مخصصه استخدام المي فبتكون ووتر بروف وكذا. فهون باختصار بدراجون مارت فرجيناكم كيف انه من A to Z فيكم تجيبوا كل الاشياء المخصصه للبولز، فخلينا نكمل الجورني تبعتنا وفرجيكم اشياء اكثر. يلا بعد ما شفنا كتير اشياء بكتير كاتيجوريز وصلنا هلا على سكشن اي بي. سكشن الاي بي عموما مختص بالفرنتشر، فاحنا عندنا هذا المحل مختص باشياء الاوتدور. ففي عندهم احجام كتير مختلفه، عندهم اشياء كبيره صغيره حتى الالوان something to match up your existing garden. حتى هذا المحل عنده مرجوحة، هاي حلاوته المرجوحة هاي انه صغيره، دائما اغلب المجاريح بتشوفها بالسوق بتكون حجمها كتير كبير، هاي very compact. فإذا عندكم garden من نوع شوي صغير كتير هاي بتكون مناسب لكم. فخلينا نروح نشوف المحل التاني فرنتشر شو عنده. واحدة من الأشياء اللي بستمتع فيها كتير دراجون مارت بالذات بعد ما تتعب باللف واللف إيجي تاكسي، هاي سيرفيس بتاخدك من أي مكان بدك إياه لأي مكان كل سهولة بالكارت وإنت مرتاح، وحتى وإنت بالكارت ممكن تكتشف تشوف شو في محلات شو في شغلات. بعد ما خلصنا من دراجون مول 1 وشفنا كل المحلات اللي دخلها بالباكياردز والحدائق، هلا بدنا نروح على دراجون مول 2 نشوف شو في شغلات كمان ممكن نستخدمها بالانسينلي كول باكيارد. ليتس جو. واحنا هلا بمحل اسمه سنو موكي، هذا المحل مختص بجميع انواع البروجيكترز. فطبعا تخيلوا انتم عندكم خلصتوا الباكيارد فيها جراس فيها فلورينج فيها السويمينج بول، عزمتوا الاصحاب والحبايب، تخيلوا تدو وان اكسترا تاتش وتدو ان اوتدور سينما. عندهم هذا البروجيكتر اللي هو الترا شورت ثرو بروجيكتر،
شوفوا زي ما انتم شايفين البروجيكتور هي هون، هي البروجيكتور، ما في داعي تحطوه مكان بعيد، ما في داعي تروحوا تعلقوه، تكون الدنيا ليل، فيري نايس مود، واحضر الموفيز اللي بدكم اياها. خلينا نشوف شغلات ثانيه. واحنا عم نتمشى هون بدراجون مار 2 حكوا لي التيم شوفوا هاي، هاي الشغلات كثير حلوه تو ديكوريت، يعني مش ضروري يكون دائما الشغلات اللي بدكم تحطوها بالحديقه عندكم تكون فانكشنال، اتس فيري نايس تاتش يعني، وات ادز ا ليتل بيت اوف شيد، وممكن كمان حتى تزرعوا بين بناتها زي هيك. وهلا واخيرا وليس اخرا وصلنا على اخر محل عندنا اليوم بحلقه هاو تو ميك يور جاردن انسينلي كول. بجوز هذا اخر اشي بس اكتر اشي مفضل عندي، وهي شغلات الطبخ والشوي اوت دور. فخلينا نشوف اول شغله عندنا. طبعا هلا الجو راح يصير بلش يصير ابرد ويصير بارد، فدائما بنحب نولع حطب حتى بالبيت عندنا اذا عندكم حديقه، فهاي ذس از ذا بيرفكت سولوشن. وعندكم هون بالنص مكان بتحطوا فيه الحطب بتولعوه، عنده شويات اول مره اشوفها يعني لتري، حتى اول مره بجوز تشوفوها، مثلا مثل هاي الشواي بتغطوها، ممكن تشوا عليها شغلات كتير، ممكن تعلقوا مثلا شغلات، تعلقوا لحمه، تعلقوا دجاج، هيك بتغطى من هون، تشيل الغطا من جوا زي السيراميك، بوصل درجه حراره كتير عاليه، قديش تقريبا 400 درجه مئويه. هاي شواي السياخ فيها بتتركب بهاي الميكانيزم وبتصير تلف، فبصير حتى لما تشوي تحط السياخ تبعونه كشيش طاووق اللحمه القصص تحطها بريس ا بتن بتصير تدور حالها حالها. شكرا لمتابعتكم هاي الحلقه الجميله من هاو تو سيريز، وان شاء الله تكون فادتكم واعطتكم الحلول الاشياء اللي بتحتاجوها. ما تنسوا بعد ما اودعكم في فقره فيها كل المحلات اللي كانت موجوده معنا اليوم بالحلقه، حتى ارقام تليفوناتهم موجوده، فاذا حبيت تتواصلوا معهم تسالهم اسئله اكثر. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناة دراجون مارت على اليوتيوب عشان تشوفوني بالحلقة الجاي. باي باي.